في مصر نظم التحرك الشعبي للمناخ والبيئة فعالية توعوية بالاحتباس الحراري، تخللت ماراثونا ومقابلات شخصية وتوزيع أوراق تحوي المزيد من المعلومات عن الظاهرة وضررها على البلاد. الباحثون في مجال البيئة توصلوا إلى أن مستوى التعليم لعب الدور الأكبر وراء وعي العامة بالقضية، وبحسبهم فإن أكثر النتائج المفجعة هي توصلنا إلى أن حوالي 40% من البالغين حول العالم يجهلون أزمة الاحتباس الحراري، في حين ترتفع النسبة إلى الثلثين في دول كبيرة كمصر والهند وبنغلاديش. احنا في مصر هنا بنتاثر بالتلوث اللي بيحصل وبغازات الاحتباس الحراري وبارتفاع درجات الحراره اللي بيحصل، رغم ان احنا في مصر هنا ما بنصدرش اي غازات احتباس حراري غير 0.6% بس من الغازات دي، في حين ان دوله زي امريكا بتطلع حوالي 23% ودوله زي الصين بتطلع 30% من الغازات دي. من بيروت دكتور دومت كامل رئيس حزب البيئه العالمي ينضم الينا للحديث اكثر عن هذا الموضوع. مساء الخير، اهلا بك معنا دكتور دومت. إذا حوالي 48 ساعة تفصلنا عن انطلاق ما بات يعرف اليوم بأهم المؤتمرات بتاريخ البشرية، البشرية تعتبر اليوم على المحك، ماذا نتوقع وماذا يجب أن نحصل؟ ما الذي يجب أن نحصل عليه من خلال هذا المؤتمر؟ أولا أنا طلبت وأطالب، ولكن الاستراتيجية العالمية الموحدة مفقودة اليوم. ولا شك انه بنفس المؤتمرات السابقه وتيره للمؤتمرات نفسها، ولكن بدي اقول انه 45,000 انسان رايحين على مؤتمر، كيف بدهم يتوصلوا 45,000 انسان كل واحد يقدر يحكي كلمته او يعطي رايه او يقدر يقرر؟ ولا شك القيادات العالميه اليوم، القيادات العالميه الكبيره طلعت بمنظار صحيح هالفتره، بعطيكي مثلا الرئيس الامريكي والرئيس الصيني والرئيس الروسي عندهم 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 نظره كثير كبيره، والاتفاقيات اللي عملوها والقرارات اللي اخذوها، امريكا اخذت قرار انه بشخص الرئيس الامريكي باراك اوباما انه ينزلوا يخفضوا نسبه السي او 2 بالجو 27 او 22% عن المعدل عن عام 2005، هيدا شيء عظيم جدا البشريه كلها عم تطلع عليه. الرئيس الصيني كمان اخذ قرار انه الصين تنزل كميه السي او 2 بالجو، بس ولكن ما حدد البرسنت. اليوم اللي هو المؤتمر كربون دايوكسيد، يعني ثاني اكسيد الكربون. نعم. الو. ايه لا اقول انه السي او 2 الكربون دايوكسيد ثاني اكسيد الكربون. ثاني اكسيد الكربون. اليوم نحن اليوم بحاجه، هالمؤتمر بحاجه ليكون في قياده عالميه توضع اول استراتيجيه عالميه موحده. نعم، طيب التظاهرات اليوم بانتظار هذه الاستراتيجيه وحراك حقيقي كما تقول حضرتك دكتور دومت، اهميه التظاهرات بعدد من الدول اليوم واهميه الوعي بهذا الموضوع، لانه حوالي 40% قلنا من البالغين حول العالم يجهلون ازمه الاحتباس الحراري، اذا اهميه الوعي بهذا الموضوع قبل الاستراتيجيات. أكثر من 40% 65% بيجهلوا الموضوع، هيدا في عندك دول، في عندك عالم وما مش سامع بالاحتباس الحراري، ولكن ال 35% هن غير يلي قادرين يقولوا قد ايه الاحتباس الحراري، وهن فئة معينة من الأعمار بس، ولكن المظاهرات اليوم اللي عم بتصير هي مظاهرات مدوية، في حال أخذ برأيها أو أخذ بصوتها اللي عم بتقوله أكيد رح تكون نقطة ضغط على المؤتمرين ليطلعوا بنظرة أكبر. بس ولكن اليوم بدي اقوله انه كل اللي عم ينعمل لحد هلا نيه فاشل، بسبب انه بعطيكي مثل بسيط، كل سنه نحن عندنا 70 سيارة عم تنزل جديد على 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 على, على الاستهلاك على الخدمه، ف 70 مليون قديش كميات السي او 2 بتكبها بالجو، قديش كميات الوقود اللي عم تستهلكها. نحن وقت اللي عندنا بالكل سنه بحدود 5 ل 7% استهلاك وقود احفوري زياده عن كل عام سابق، نحن اكيد رايحين لكارثه عالميه، الكارثه العالميه بلشنا نشوف نتائجها على الارض بعدد كبير من البلدان، وخاصه المنطقه العربيه وافريقيا بلشت تدفع ثمن نعم. كثير غالي، اليوم بامريكا صار حرائق وصار كمان عدم هطول امطار بمناطق كثيره بالقاره الاوروبيه، كذلك بشرق اسيا بشرق المتوسط المنطقه العربيه فيضانات، نحن رايحين لكارثه بيئيه عالميه، لكارثه ما بيقدر يذوقها بوجه البشر في حال ما بينعمل شكرا لك علميه لل 100 سنه القادمه تبلش نتائجها تبلش العمل فيها من اليوم. واضح، أنا أشكرك جزيلا على هذه المشاركة القيمة من بيروت دكتور دومت كامل رئيس حزب البيئة العالمي.